إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد التدريب الثاني ليلسك اللبات قل أسماء الألوان ماذا بدن مقعود الشيك ماذا بكوريا وحوي أصفر ككوحيقان هو أزرق وبلوك ككوحيقان هو أبيض ووعدانتي ككحيغانا واحمر وعسانتي ككحيغا واخضر ودوغدي ككحيغانا واسود ومدوغي حدبا اتراكيب النحويه اما كان وا جملوينكي حق النحوده التدريب الاول ليلسك كوبات هاتي جمله واحد كيتا جملوينكن كما في المثال ستصالحان كقرن المثال تصالي وحوي سوخدر وحن كيني دونا الخيمه تبان كيني دونا تاندا وسجادتا ايو روغا سيجاهد لغو تكدن والا إلى هذا مركا واحد خلق الورنة سأحضروا واحد كيني سأحضروا واحد كيني الكتاب المعجمة واحد كيني الكتاب والمعجمة واحد كيني كتاب كي هي قاموس كي سأحضروا واحد كيني الطعام والشراب عنتان كي عبتان كي أي الورنة سام هل قرأ التلفاز والحاسوب أكو قرن intaan leekeen buu kuuli soo xadar waxaan keenin doonaa at tilfaasa tusihi wa tifiga wal haasuba iyo computerka halka waxa qor atamra al cinab soo xadar waxaan keenin doonaa atamra timirta iyo wal cinaba canab kan keenin doonaa halkan ashaay wal qahwa baa ku qoran soo xadar waxaan keenin doonaa ashaay shaaha wal qahwata iyo bunka halkan asamaka dajaj baa ku qoran soo xadar waxaan keenin doonaa asamaka kaluunka iyo wadajaj digaaga atadribu thani كانوا وحوي ليلسك لباد تبادل الحوار اسوي دارسده وضع الشاكيسي مع زميلك صاحبك كما في المثال ستصارحن كقرن المثال طاو واحد أردقيك وأدوحي لي هل نذهب إلى السوق الآن إمك السوق متقنا طاية نوحي لي نذهب غدا برهان تجدونا إن شاء الله هدي الله إلى طبعنا انتن هو سنة سيدا كقرن هل كان محاك كقرن المكتبة كقرن مكتبة دي كتب تلقوي مني هل نذهب إلى المكتبة الآن؟ إما كما تقنا مكتبة وها مركا أورنا نذهب غدا إن شاء الله بريد تجد أورنا هدا لا إله المختبر بحلقة القرآن ولا بروتريجا ماش وحلقو بارو إيش باركا لقو بارو عند رضا هل نذهب ما تقنا إلى المخت الآن إما ك إلى المختبر ما تقنا هل كي شيء باركا نذهب وأن تجد أورنا غدا بريد تجد أورنا إن شاء الله الجامعة بحلقة القرآن هل نذهب الجامعة هل نذهب الآن الجامعة إلى الجامعة إلى الجامعة جامعة ما تقنا وصورنا يا نذهب غدا إن شاء الله برهان تجدونا الكلية تبارك القرآن هل نذهب الآن إلى الكلية كلية ما تقنا صورنا يا نذهب غدا إن شاء الله برهان تجدونا المدرسة تبارك القرآن وحمرك الله يا هل نذهب الآن إلى المدرسة مدرسة دي ما تقنا سوف نذهب غدا إن شاء الله بران تجدونا الشركة بالك قرن هل نذهب الشركة هل نذهب الآن إلى الشركة الشركة دي مكما قبرنا ما تقنا نذهب غدا إن شاء الله بران تجدونا أيو كل كاكو جوابية التدريب الثالث ليلسك صدحات نوح وي تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي دارسه ويديني ورعلين أدي صاحبك كما في المثال ستصالحا المثال التصالي وحوي تا واحد أردقيك وذوحولي أين المعطف كوركي هالكوية لا تا اثنين أردقي وحوي لباد تركته وحن كغيمد في الشركة تبان كغيمد الشركة دي الكتاب المدرسة بقى مكان قرن أين الكتاب كتاب كي مي أي سؤال شنو قرن إذا سؤال تركته في المدرسة دي مدرسة دي بان كغيمد المنبه الغرفة بقى قرن أين المنبه ماذا ساعدي توسيني سي قفك صورنا يا تركتوها وحن كيم في الغرفة قل كي من كيم المعجم الصف با مركا لك القرن اين المعجم ما قاموسكي تركته في الصف صف كان كيم صف يعني استغل ارضيته
القلم المختبر أي الكاكو قرن أين القلم قلم كيمي تركته في المختبر سيبارك ماشي سيبارك أيان كقيم الدفتر المدرسة ما قرن أين الدفتر بو كيمي تركته في المدرسة مدرسة ديوان كقيم الثوب الشقة ما قرن أين الثوب قميص كيمي تركته في الشقة ركتي ديجان كان كقيم ذا ماشى ودقية دور قلبه قسم يسن التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك في المثال isweey darsada weydiin iyo warcelin adiga saaxiibka sida ku qoran tusaalahan almithal da waahid wuxuu yiri ayna almidalla maada dalaayadi taay tinin wuxuu yiri taragtu ha fi sayar gaariga baabuurkan ka dayn asaxifa baalka qor alghurfa ayna asaxifa jariidadii maada jaraaidki me taragtuhu fi alghurfa taragtuha fi alghurfati waxan ka gaymid qolka ayna saaca algaa qorna saaca alkulliya ba qoran أين الساعة؟ ساعة ألقي تالا، ألقي ساعة دي تالا. تركتها في الكلية وحن كلمت كلية دا. الصورة البيت بقرن. أين الصورة؟ ألقي صور كيالا. تركتها في البيت. كوري جبان كقيم. السجادة البر. أين السجادة؟ ألقي ويالا روجي. أما السجادة اللي قلت كده. تركتها في البر. مي جان كقيم. الفاكهة الثلاجة. أين الفاكهة؟ هل كان خطرة دي تالا تركتها في الثلاجة ثلاجة دان كايمد القهوة المطبخ باقران أين القهوة هل كان يا لابونكي تركتها في المطبخ وحان كايمد مطبخ التدريب الخامس الليلس كالسناد وحاو يتبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال يسوي دارسد ويدين يور علين أضياء صاحبك ساقو طالة صالحا المثال تسألوا حتى واحد وحولي كم درجة الحرارة في الرياض هير كلك هل كم مريا مقالة الرياض طايتين وحولي درجة الحرارة عشرون ولا باتن ذكري أيوم مريا مكة 30 بقرن وها مكة كم درجة الحرارة في مكة مكة ألكي أم مريا هير كلك وهنا مكة 30 درجة وحوي سدن ذكري المدينة هذانا كم درجة الحرارة في المدينة امس ايوم رأي هركلك مدينة عشر درجات اما عشر درجات وهم رأي درجة الحرارة عشر بلون يا مركا درجة الحرارة هركلك عشر وطبا دمشق كم درجة الحرارة في دمشق هل كي ام رأي عاصمة سوريا كليلكم وهم درجة الحرارة خمس واشن لندن تحت صفر كم درجة الحرارة في لندن هيركوكو هالكل لندن المرأة درجة الحرارة في لندن أما درجة الحرارة تحت صفر صفر إبر بيكوه سيزحطة ويعني أدبو قبوده التدريب السادس ليس كالحاد هاتي جملة كما في المثال تصال يا الكين ستصال فقرا المثال ضاء واحد يحول السماء تمدر عركو دائية ضاء التنين هذا فصل الخريف كان هو وقت دايرت الجو حار فصل فسيف باكورن مركزات سمين صحاب لهذا الجو حار وكل لي هاي محوها جويقو إياها ودو هذا فصل صيف كان سوحا هو يحلق حقاق كليلك الجو معتدل جويقو واحد حد حاد هذا فصل ربيع كان سوحا هو يحلق جوجا الجو بارد وفصل الشتاء باكورن الجو بارد هو دوا قبو يحلقو هذا فصل الشتاء وحلق يتشيلال كي قبوغا السماء تمطر سمدو ويدايسا هذا فصل الخريف وحلق طير روما بوغا ملخص التراكيب إما كانت جملة ديه وحي لغي سوريا بينو قادنين قيبتا كبادو حوية سأحضر وحن كينيا الخيمة التاندة أيان كينيا والسجادة إيروغا كينيا سأحضر وحن كينيا الكتاب والمعجم كتاب كي قاموس كان كينيا سأحضر وحن كينيا الطعام والشراب وحن كينيا عنتدي عبتان كان سأحضر وحن كينيا الحاسوب والتلفاز وحن كينيا الكمبيوتر كي تصحى أو تي فيجا سأحضر وحن كينيا التمر والعنب تمرتي عنب كان كينيا سأحضر الشاي والقهوة وحن كينيا شاها يبونك قلت له وضحي هل نذهب إلى السوق سوق متقنا الآن إمكا هل نذهب إلى المكتبة متقنا مكتبة كتبتها الآن إمكا هل نذهب متقنا إلى المختبر ماشي سيبارك وحلقوا بارو الآن إمكا عضو هذا لقوا بارو
هل نذهب متقنا إلى الجامعة جامعة متقنا الآن إمك؟ هل نذهب إلى الكلية كلية متقنا وقيم جامعة الآن إمك؟ هل نذهب إلى المدرسة مدرسة متقنا الآن إمك؟ قيس الدحادن إيه؟ تركت واحد كقيم في شركة بنك قيم، تركته في المدرسة مدرسة بنك قيم، تركته في الغرفة قل كي بنك قيم، تركته في الصف صفكي لتجنا بنك قيم، تركته في المختبر هل كي شيبارك أيان كقيم؟ أربعة تركتها واحد كقيم في السيارة بابور كان كقيم، وأمرك واحد كتير من ما نثي هاي، تركتها في الكلية كلية بنك قيم، تركتها في البيت جوري بنك قيم، تركتها في البر مي جي بنك إذا برنانكي. قيمة سنة درجة الحرارة 40 هيركل كوا أفرتن درجة الحرارة 30 هيركل كوا صدن درجة الحرارة 10 هيركل كوا طبن دكري ويان درجة الحرارة 5 واشن دكري. قيمة اللي حادوها ويا واسطة كم درجة الحرارة في الرياض وإمسا هيركل كا مقالة الرياض ومريا كم درجة الحرارة في مكة هيركل كا مقالة مكة وانتي كم درجة الحرارة في المدينة مقالة المدينة هيركل كا هلكم انتم مريا كم درجة الحرارة في دمشق امسو مريا مقالة دمشق هيركل كا. قيمة التدوال هذا فصل الخريف كان واحد لقي ديرته هذا فصل الشتاء كان واحد لقي تشيلالك هذا فصل الصيف كان هو وقت جي حجاجة هذا فصل الربيع كان هو حوي لح وقت جي جوجا الأصوات وفهم المسموع إما كان هو عدد اللي دقي سنة يو يجين لفهمه وحيل لما قلي أولا الأصوات وح عن كهل لنا كل كهرو عدد كضائية ضاد يا ضاء لا بد حرف بقى كتير كلمة ها أنت بدن فضل ووناك ظهير وحوي مد يعنيه جرجارية رياض ومجال مجعد نذير مد مد كلا الله مذا نقدي يعني وان كسر لما يسنينا إيه سو حضروا وان كيني مركز وحكو لما يسنا سمير أما فصح عطكو سو قاضنا سو أكل نقضي العطل أكل ظن أي نقر هلك وبخيلي أو عند كذي ظن وأم لي يوم ودي ظنين وامد بخيلة ظنين وامد للتهمي أو التهنسية هاي حمام بلقو تهنسية ظل وول مي ظل وحر نقضي ظفر وو تدعي مركز السوحيو لا تدعي حركة أكل إيو ظفر عديد كمودي ويان أو حكتي عديد كمودي ضال وامد لسان ضال ناظرة المد وروريسا أو دلاليسا مركا وروريو مارت طلق بحقية دوق يوحاس ناظرة ويجيسا نظير المد وروريا دلاليا نظير المد مد كلالا مدا حنظلة إيا حنظلة أو إسنا جيد كيا قرارا نظر ووروري نظر وو ايجي مضرة لباتو مضرة مضرة مركة هو مال نجح شيل عرة أو بدن له إذا مضرة مركة ضادت هاي غاضة وقري به أكره ويقرين به غاضة وعروضي قرضة وشري قرضة وقيده بقرتي قرضة قيده بقرتي حاضة يعني حوضا دربو سمي درك بيها مركة الله سمعني أي سمي حاضة حضة ودير قريب إيو حظ وحوي اللي هايستا دف نصيب وقفك مثلا هنتي ده هايستو أكره أرض هي أروك هي أرض التدريب الثالث أريدس يعني وأري فربضن أو دوني أكره قفكو إنه برتو أو حافظه التدريب الثالث وحوي ليلة كصدحاب استمع دقيس واعد كسو عليه وقرآنك وجوه وجيو ناظرة ورويان ما أنت قيام الله ما جعلنا منهم إلى ربها ناظرة الله نوي إيجيان إن بعض الظن اسمه تسيس كي يما لها قار كمده اسم ودنبي وي فظلت وحي نقطي أعناقهم لقومه دي قورتود لها خاضعين قاري عنه وارتي أهو قانسان أو دليسان بل الظالمون في الضلال مبين كوا قردرنا يا شاهي وحي كسو جيهين أنبشو عدان يلو ميتان حق أي كلمين فأعرف عنهم كتشيتو وانتظر سك إنهم منتظرون ينوي سك دونان أرهم وصين قنيان إن يعد الظالمون وما بلان قاضيان كو الدنبي لياشيه بعضهم بركوت بعضهم بركة كلي إلا غرورا لقوي يلو فلوف بي أوين بلان قاضيان وحبا كمتشيران وحبا بلان قاضيان والله ذو الفضل العظيم إلى هاي الديق ويقول لي سبحانه وتعالى ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا هاي سبق قرقاران وبركوت ببرها وقرقاران
kuwaasna waa qur-aankii oo iyagana mar walba wuxuu soo qaataa erayga aynu marayno kelmadaha ay ku jiraan erayadaynu marayno kolba laba eray. ثانيا فهم المسموع عمكنا وحوي وحيل دقيستي إلا مغلي إن لفهمه أتدريب الأول ليلس كوباد استمع إلى الحوار وذا الشيكيش كدقيسو كانوا كعشرده لقى دقيسينيو ثم أكمل دمايستر هذا كان إن بالقرآن القرى إنت كلا أدوك دمايستر هارون نك الليلة يتكلم وحقها الليا من مدبعد نواق دمايستر دونتا الوقت في دمشق وقته وقت مارتي بقالة دمشق marka waa sida ma isma ka cajalada adeegaysato aljaw fi dimashq hawada iyo maartay cimiladu dimashq waxay tahay marka ku dhameystir doonta darajada xaraara heer kulka waxay tahay waxa dhameystir doonta harun yaqdi wuxuu ku dhameysanaya al-udlata fasixiisa fi tanku ku dhameysay goob ku dhameysay marka halka cajalada ka dhigaysanaysa atadribu thani layliska labaad istamaac ila al-mukalama wada hadalka dhigaysay imka mukalamadu marka laga hadlay telefoonka lagu wada hadlayo laba qof wada hadlayaan cajalada ka dhageysanaysa suma ajib calana silati su-aalahan ka jawaab ayna sayaqdii salaaxun ninka salaax la halku ku dhamaysanaya alcudlata fasaxa waxaad ku dhegaysatay cajalada dabeedna adaa buuxinaya ayna sayaqdii mustafa alcudla waa kuwa wada hadlaya labadaa nin baa wada hadlaya oo cajaladay la socdaan mustafana halkuu kusoo dhamaysanaya kayf aljaw cimilada iyo hawadu waa sidee waqti ma kulayl baa ma qabow baa ma dheda ma daruur baa ما ديدا واحد تال عريامة ما محاشرة مرك واحد صورة محي نقول يعني محي تويجا هل هذا فصل الشتاء كان ما وقت جي تشيرال كا هواد بيحن إذا هل سيحضروا أولاد صالح مية إيمان يعني عروت صالح دري يعني سيذهب مصطفى وصالح وصلاح وصلاح هل كي تجي يعني صلاح مصطفى صلاح والله وإنه والله هلا يعني يا فصح قاضني متى سيذهب مصطفى وصلاح قرمي تجيان واحد كده يسنا سأنت بع عجلدا التدريب الثالث وحوي لا يس الصدحات استمع إلى الفقرة تدعو عند يسوع إن هذا الله قوي ثم أجب عن الأسئلة تبدأ نسأل عنك الجواب كنا ودقيس وكتيرة في أي مدينة يسكن أحمد مجالده أحمد دقيه هو مجالده هل يسكن في بيت مجربه دقيه هاي هل يعمل أحمد في لندن أحمد ملا رمبوك شقية هل يحب فصل الشتاء وقت كتيرة لك أحمد ميتش علي هاي كم درجة الحرارة في الليل انتهي هبين كي هيركل هو انتو مريا أين يقضي عطلة الصيف هل هو قصور ما يصدون فصح حقاقة لماذا يذهب إلى مصر مصر محو أتقيا سوت أتقيا ومحي التدريب الرابع أنت ما مركز دقيست في قرطة أيات توابته وده كم غلسة التدريب الرابع ليلسك أفراد استمع إلى الفقرة هدنا دقيس إمك تدع عن هذا الكلام سكحرا وعشرتك كتيرة هل كان كم قرنا ثم أجيب عن الأسئلة سؤالها كالجواب إلى أين ذهب محمود هل كون محمود تجي متى ذهب جورمو تجي ما شاء تجي ماذا ترك في البيت جورج محوك جتي أنت بواحد لقى دقيسني عشرتك هل هذا فصل الربيع ما هو وين يكني وقت جي جوجا لماذا محايا لي هل ذهب محمود إلى العمل شقدي ميو تغي محمود لماذا ذهب إلى الطبيب محمود اخترك وقود تغي كم يوما بقي في البيت إمي سمى الموت بو قريقة شوقي وأنو شقدي تغين ننبو كينو يهبات كفهم إذا وحان لغو ورمي وأنو شقدي نتغين اخترك وتغي معلمان قريقة وتيفي متى سيذهب إلى الشركة قرمو تغي دونا شركة دوك شقيني الكلام مما كان وحوه واحد الكي التدريب الأول ليس كوبات تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال اسوي ذلك سيدة وضع الشيكيسة هذه صاحب تاع ساتة صارها لنقوة تصيب تسألهم حول المثال طاء واحد كيف الجو في لندن عمل هذا هو دواسدي طاء اتني باحول الجو بارد جدا في لندن جو يقول أما هو دو آد بقبوض هل أنا طاء واحد قال كم درجة الحرارة الآن انت هير كلكو إمك مريا لندن دايتين وحو درجة الحرارة الآن خمس واشن واشن دقيقة الجزائر معتدل بامركا كوقرن وهالبكا سنة أخرى وحتى كيف الجو في الجزائر تلك الليلة الجيريا واسدي إمكا عمراتو ورسولنا الجو معتدل في الجزائر ودحدحار كم درجة الحرارة وإم سدر كذا هيركلكو الكوم ريا سونا درجة الحرارة عشر مساسا كوقرن وحوي واطبا الرياض دافئ عشرين ماء كوقرن وحوي كيف الجو في الرياض
واسده جوي رياض مكو واسده وصلنا الجو دافئ عمرض ويديرن تهاي ويديرن تهاي في الرياض قالون يا رياض وادي رمادي مك كم درجة الحرارة الآن إما سير مرة سهر كلكو إمك وهذا مركز درجة الحرارة 20 هير كلكو ولا باتن دقري مك تحارن يا مركز قرن وهو الآن يا مركز كيف الجو في مكة عمرض واسدي مكة وصورنا يا الجو حار وكريل جدا في الرياض آذ بأكروسة إمكة كم درجة الحرارة الآن وإن مسيح يركلك إمكة وصورنا يا درجة الحرارة 40 تقري أفرتم بي مريسة تونس معتدي لبها طلعا كوكرا وصورنا يا كيف الجو في تونس ذلك تونسيا وهلكم مريا جوي أما واسدي جوي واسدي سدوي هاي صورنا الجو معتدل في تونس واضح دحات كم درجة الحرارة الآن هيركلكو هلكو يمكن مريا درجة الحرارة 5 وشن دقري التدريب الثاني هذانا تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال السويدار سدا وضع الشاكيسي صاحبك ستصالها كقرن المثال وهو يطاء واحد هل ستقضي العضلة في لندن واحد كل ما يسندون تفسحة مقال لندن طائتني باوحل الله مايا سأقضيها في تونس ذلك التونيس يعني كل ما يسندون تقيا طاء واحد قال لماذا محادو تقيسة تونس طائتني باوحل الجو بارد في لندن هودو أما عملدو وقبو إلى لندن ومعتدل في تونس تونس نوار دحد حار ساسا وقتقيا الرياض المدينة أيامك هو قرم انتان لك صحة هذا هل ستقضي العضلة في الرياض واحد كل ما يسان دونتها محوها فسح الرياض وصورني الله مايا ساقضيها في المدينة مدينة كل ما يسان دونا لماذا بعد بدنا لورنيا وصورني الجو بارد في الرياض عملاتي مكوا قبو الرياض ومعتدل في المدينة مدينة نوار دحد حار مغادنا كو قرن هل ستقضي العطلة في نيجر من نيجر باكو لما يسن دونتا وادل وصل لا ما يبو أرنيا سأقضيها في مصر مصر باكو لما يسن ايا لماذا أبو أرنيا صني الجو بارد في نيجر نيجر وحويا هودو عملد وقبو ومعتدل في مصر مصر وارح لحاد الخردوم مكة باكو قرن هل ستقضي العطلة في الخردوم ما خردوم باكو لما يسن دونتا عاصمة السودان وصني لا ما يا أقضيها واحد كل ما يسندونا في مكة مكان كل ما يسند تجيه لماذا بقى الأردن يا مركا محادو تجيسها وصلنا الجو بارد في الخردوم جو عملد وقبو خردوم ومعتدل في مكة مكرئ مكوار لحد حق صورنا يا هل ستقضي العطلة في باكستان ما باكستان ما كل ما يسندها فصح حاجة لا أبو أردن يا سأقضيها واحد كل ما يسندها في السعودية تلك السعودية لماذا بقى مركا الأردن محادو كل ما يسندها وصورنا الجو بارد في باكستان عمرد وقوى باكستان ومعتدل في السعودية السعودية جنوب حوية دحدحات التدريب الثالث لا يستسد دحدحات يقول صافسا هذا الكي كرامك وحوية تبادل الحوار مع زميلك يسوي درس وضع شيء كيسي أدي صاحبك كما في المثال ستصالها كقرن المثال تصالي وحوية تا واحد أردقيك ودحولي أين ستقضي أين سنقضي وحولي أين سنقضي عضلة الأسبوع هل كان كسر لما يسنينا فصحى ويكا طايتني بعد نذهب إلى عمان بنتجينا وعاصمة أردن عمان أيان تجينا طا واحد بأوحيري عمان بعيدة عمان وفوقتها نذهب إلى مكة مكان تجينا طايتني بأوري فكرة طيبة وتلون أكثر نذهب إلى مكة مكان تجينا ساعة شيكس عضلة الربيع بهذا نقرن الرياض المدينة انت ساقرن وصورنا يا أين سنقضي عضلة الربيع هل كان قصورنا ما يسألنا فسح جوجا وصورنا يا نذهب إلى الرياض رياض بانتقينا وصورنا يا الرياض بعيدة رياض ويفكتها نذهب إلى المدينة بانتقينا وهنا فكرة طيبة وتلفي عن نذهب إلى المدينة سيدا سيكتي مدينة انتقينا عضلة الصيف النيتر الأردن بابا كاغرن وهنا يا مركا أين سنقضي عضلة الصيف هل كان قصورنا ما يسألنا فسح حقاقة وصورنا يا نذهب إلى النيجر ذلك النيجر بانتقينا وهناك كلنا النيجر بعيدة وفقتها نذهب إلى الأردن أردن بانتقينا صورنا فكرة طيبة وترفيعا نذهب إلى الأردن أردن بانتقينا عضلة الربيع بارك القرن
باكستان مصر باقد بين قرن أين سنقضي عضلة الربيع هل جاي كلهم يسندون فصح جوجا مصورنا نذهب وحن تجينا إلى باكستان وهنا باكستان بعيدة باكستان ويفقتها نذهب إلى مصر مصر بان تجينا وهنا فكرة طيبة وفكرة ناقصن نذهب إلى مصر مصر بان تجينا عضلة الصيف على قرن لندن تونس وهنا إلى أين سنقضي عضلة الصيف هل جاي كلهم يسندنا فصح حاجة وصورنا نذهب إلى لندن دخلنا مقالنا بان تجينا مجال لندن ما ينتقينا وصلنا لندن بعيدة ويفقتها نذهب وحنتقي إلى تونس تونس ما ينتقينا أبو أرنا ياك كله صورنا فكرة طيبة طرف في عنوية نذهب إلى تونس ما ينتقينا التدريب الرابع ليلس كأفراد تبادل الحوار مع زميلك يسوي إذا سدى حوار يوضع شيكيسي أدي صاحب كاف كما في المثال ستصالها كقرن المثال وحوية تصالي دا واحد وحوية هل نذهب إلى السوق الآن إما السوق ما تقنا التنين طايتين وحورنا السماء وتمدر روبكي علكو دائيا طا واحد وحورنا ماذا نفعل محان يلنا مركا محان يلنا طايتين وحورنا نبقى نبقى الليلة عا وحن سكتشوغينا في البيت القريقة دا واحد وحورنا ونذهب وحن تقينا غدا بري إلى السوق السوق أن تقي دونا إن شاء الله هدي الله إلا إذا بدنا وحورنا الشاطي باي مخلقا قرن حيلقي حيال بدوي بد قركيل وهنا مركا انت هنا لك بالغصب هل نذهب إلى الشاطئ الآن ما تجنا حيلي قبضة إمك وصورنا يا أصهم أو تمدر علكو ودا يا الله ما بيحكره وهنا ماذا نفعل محان يلنا وهنا نبقى الليلة في البيت كل جن عاوز كي تشوقينا وهنا كلام ونذهب غدا برهان تجد دونا واسقي وهنا ونذهب غدا برهان تجد دونا إلى سوق إلى الشاطئ حيابته إن شاء الله هدي الله البري ما هو بحنا ميجي بنان كاي أوربيا وصورنا يا هل نذهب إلى البر الآن إمك ما وبحنا بنانك وهونا يا كلباتنا السماء تمطر عركة دقية وصورنا ماذا نفعل محان يلنا وصورنا نبقى الليلة في البيت قريقان عاوز كتشوقي دونا ونذهب غدا برهان تجي دونا إلى البر ميك وبيح دونا إن شاء الله هدلنا المدرسة باقورا وهونا هل نذهب إلى المدرسة الآن ما تقنع إمك مدرسة صورنا السماء تمطر عركة دقية صورنا ماذا نفعل محان يلنا صور نبقى في البيت قولي أنت تشوقينا الليلة عاوة نبقى الليلة في البيت عاوة قولي أنت تشوقينا ونذهب غدا إلى المدرسة المدرسة تقدرنا إن شاء الله هذا الليلة الجامعة بالك أكو قرب وين تاين لا يقول هل نذهب إلى الجامعة الآن إما الجامعة ما تقنا وصورنا يا أسماء وتمدر عركة داعي الرابق لما بيحكره ماذا نفعل بونا محان يلنا وصورنا يا نبقي الليلة في البيت عاوة قولي أنت تشوقينا ونذهب ونحن كالوان تقينا غدا إلى الجامعة إن شاء الله هدي الله يا التدريب الخامس أو أسنى كلام كيكو صافصن وضع الشيء كي محوها ليس كسنات تبادل السؤال والجواب مع زملائك إسوي دارسدا ويديني ورعلين أدي صاحب هذا كما في المثال شاط صالحهم ومرك نور قفيهين ألف قيبت والله بقى يودوا ألف يابا أوي قيبت وروح ويدا واحد سأخذ درو الخيمة أنا قلت هندا عن كينا يا ماذا ستحضره؟ أدوكم حال كينا سواء ما كان ماله بحياه. تأتي روحه أحضره سأحضره السجادة. كي روحه سأحضره الخيمة. أنا روح عن كينا تهندا إيه ماذا ستحضره؟ أدوكم حال كينا سأحضره روح عن كينا أنا صو قاضية السجادة الروجة صو قاضية. ماذا ستحضره؟ كيس الدحات بقول أدوكم حال كينا سا. مرجع روحه الواقع كيس الدحات يك أفراد يك سناد يك اللي حاد. سأحضر الطعام أنا عن تدان كينا يا ماذا ستحضره؟ كي أفراد بقول أدوكم حال كينا سا. برازول لي أي كيس أنا سأحضر أشراب أنا واحد عبيتان كان كينيا ماذا ستحضر كيل حد بالقولي ما حد أدو كينيسا سأحضر الشاي أنا شاي بان كينيا بقول ماذا ستحضر بالقولي دبعت ما حد كينيسا كيل حد سأحضر الماء النبي هان كينيا ماذا ستحضر ما حد كينيسا بالقولي كي كله برازول سأحضر القهوة أنا بمن كان ينو كينيا باء واقعي طلبات باء واحد وهي الأسرة التي ستحضر معي أنا أقول حي صور راعي سقويس كي عروتي حاس كي من سيحضر معك أدق ياك صور راعي ممكن نميك أو بحين دا اتني وحول أخي أنا أقول لكي أخي سيحضر معي أنا أقول لكي بي صور راعي من سيحضر معك كيس دحادو حولي أدق ياك صور راعي مرغاسو يري كيس دحادنا ستحضر جدتي أييدة بي صور راعي من سيحضر معك يا أدق صور راعي سيحضر معي سيحضر صديقي معي وحي صور راعي صاحبك ما سيحضر معك يا صور راعي سيحضر ابني معي وحي صور راعي إنا كيغا
من سيحضر معك؟ ستحضر ابنتي معي إن أنت إذا سرع عيسى. من سيحضر معك؟ ياك سرع هذا. سيحضر جدي معي وحي سرع يا أبوي. من سيحضر معك؟ يا ديك سرع يا. ستحضر زوجتي معي وحي لسه عنده أنت حاسك قبرين. سؤال هذا يسوي الدنيا. التدريب السادس ليلة الاحد أجب على الأسئلة التالية. سؤالها صوص عندك الجواب. كيف الجو الآن؟ واسدي جو إمك الجو معتدل جو واضح حار. كم درجة الحرارة؟ درجة يعني هي الكلكو مريا. درجة الحرارة 20. درجة الحرارة 20. درجة الحرارة دو حوية والباطن متى تمدر السماء قرمي دائسة سمدو السماء تمدر في الخريف واحد على ضيرتي. كيف الجو في فصل الشتاء؟ واسدي حلقة جيرالك جوي واسدي الجو بارد في فصل الشتاء وقبو حلقة جيرالك. كيف الجو في فصل الربيع؟ واسدي جوي وقت جوجا الجو معتدل في فصل الربيع واضح دحاق وقت جوجا قبو يكل من ماها. كيف الجو في فصل الصيف؟ واسدي جوي عملاضو هودو وقت حقاقة الجو حار في فصل الصيف وقت حقاقة وكلي. أين تقضي عضلة الأسبوع؟ هل قد كسو لما يسانيسا محوها فسح ويكا لماذا؟ وايو مركو ميرشا قول عرنية وايو. أين تقضي عضلة الربيع؟ لماذا؟ هل قد كسو لما يسانيسا فسح قوكا محاسة وتقيسا هلكا. أين تقضي عضلة الصيف؟ هل قد كسو لما يسانيسا فسح حقاقة مركو ميرشا قول عرنية لماذا؟ محاسة وتقيسا ميشا. متى تذهب إلى الشاطي؟ حالي قبضة قور ما تقيسا. متى تذهب إلى البر قور ما ميقا وبحيسا. القراءة والكتابة مكنوي وأخرس كي قرالك أولا القراءة وحن قهرين إن قرالك التدريب الأول ليلس كوبات اقرأ أخري الفقرة تتدع عن سكوحرا ثم أجب عن الأسئلة تبني السؤال هنك الجواب تدع عن سكوحرا وحوي هذا الكسينة نقرن. هذا فصل الربيع كان هو وقت جيجوغا الجو معتدل عمرض واضح لحات. هذه الأيام ما لمهن جوجا درجة الحرارة 20 درجة ده. أما هي الكل طبعا لباتن دكري ويهي أسرة حازم قويس كننك حازم ليلة هذا عروتي سي حاسكي سي يساقو تقضي وحا كسر لما يسانيان يعني. العضلة تفصح في البر ميقة حازم أحضر وحو كاني الخيمة وحو كاني تانردي والسجادة روقي نوو كاني وأحضر القهوة بنكي نوو كاني والشاية شاهي نوو كاني والتمر التمرتي بو كاني. حازم يغرأ وحو أخرية كتابا كتاب وحو أخرية في الخيمة تانردي الحديدة. أي فصل هذا؟ وحل ما حل يعني هذا فصل الربيع وحل جي جوجا. كم درجة الحرارة؟ إمساء مرة يا هيركولكو 20 الحرارة درجة الحرارة 20 ولا باتن دقري. ماذا أحضر حازم؟ حازم حوك يعني الخيمة والسجادة والقهوة والشاي والتمر انت أبو وكال. كيف الجو؟ واسده عمرضه الجو معتدل ودحدحات. أين تقضي أسرة حازم العضلة؟ هل يقصر ما يسنيان يعني؟ تقضي إلى البر في البر وحكوصوا لما يسانيان ميقا. ماذا يفعل حازم في الخيمة؟ محوك قبنا يا حازم مركو خيمة الأحد إذا كتروا يقرأوا كتابا في الخيمة كتابه أخرية. التدريب الثاني ليلسك محوها لباط اقرأ الفقرة تدعى عن أخري ثم أجمع عن الأسئلة سؤالها هنك الجواب. أنت تدعى أخري ذو سؤالها لقاوة يديك الجواب. هذا فصل الخريف حلقا وحلقا دائرتا السماء تمدر الآن عرق مكودا يا أسرة إبراهيم قويسك إبراهيم في البيت قريه كتران. إبراهيم لم يذهب إلى العمل شقد موتقين صوت وحويان يعني. وشقد موتقين روبا دايا المطر روبك كثير مفربدنيها في الخارج ديبادة مركة قريه لغبحه. إبراهيم يقضي من أوحو كسور لما يسانيا اليوم ما أنتوحو كسور لما يسانيا في البيت قريه كسور لما يسانيا ومتقي يشقد ويوارها وبابوي يقرأ كتابا كتابه أخرية أو صحيفة أمشي الرضب أخرية غدا بره في الصباح على الورطة مركز نقطه سيذهب ويحتاج دونا إبراهيم إلى العمل بيحتاج دونا إن شاء الله مركز روبك قالوا. أي فصل هذا؟ وحل ما حل جاني. هذا فصل الخريف حل جاني وحل جاني دايرته. أين إبراهيم؟ إبراهيم هل قوتشوغا؟ إبراهيم في البيت إبراهيم قولي قوتشرا هل يذهب الآن إلى العمل؟ بيحتاج يا شقدا لا يذهب الآن إلى العمل شقدا متقي. لماذا؟ السماء تمطر لعركي بادئه اما الماء كثير في الخارج
دبد بيه بدن بامريا يروح بدن أن يقضي إبراهيم اليوم ما أنت هالكو كده ما يستني مالنتا يقضي إبراهيم في البيت قرقو ما أنت إسكت شو جيه هل هو مريض أو يبكى لا ما بكو ماذا يفعل في البيت قرقة محوك قبنايا يقرأ كتابا كتاب أخرية أو صحيفة أنا مجريد أخرية متى يذهب إلى العمل يذهب غدا يذهب إلى العمل غدا بره تجدونا بره أي تجدونا التدريب الثالث وهو تدريب كامل إلى سبعة اقرأ الفقرة هذا نتدعى آخري ثم أجب على الأسئلة سؤالها كجواب هذا فصل الصيف ووقتي حقاقة وقتي قاني الجو حار عمرضه يهود وكليل في الرياض مقالة الرياض هذه الأيام مالمهن حقاقة أيتهاي درجة الحرارة هيركولكو 40 وأفرتن ديكري مالكو ننك الليلة لا يحب الحر كليل كمتش على هو يذهب ويحتقد إياه كواتي كلوسة ويحتقد إياه مع أسرة يستقي قويس كيسبة إلى باكستان بيتقيان ويفسح كنت جيان تذهب الأسرة بالطائرة وحي كنت جيان باكستان ديارة بأوراعيان قويس كبا يقضي مالك مالك حقوق صورة ميسان دونا مع أسرة يسيقي قويس كيسو شهرا بالبيسو تشيق دونا في باكستان الجو وضعي عمرضه معتدين واضح الحاد هناك هلكا باكستان قبو يكل المنام معها دبنا نفس حالك سو تجيان أي فصل هذا حلقا هو حلما هذا فصل صيف وحلقي حقاقة كيف الجو في الرياض الجو حار في الرياض وكلية هي جو أما عمرض وكلية مركز الرياض اللي تشوف كم درجة الحرارة في الرياض وإمسا أي مرسا درجة الحرارة 40 وأفرت الدكريبة مرسا آد بأوكلوس هاي هل يحب مالك الحر ميوج علي هاي مالك كلية لا ما تعالى يعني يذهب مالك مع أسرتي هل كنت تغيي مالك سوق ويسكي سوطة يذهب مالك إلى باكستان باكستان بتغيي كيف يذهب إلى باكستان سيدو باكستان كنت تغيي يذهب إلى باكستان بالطائرة وحو كنت تغيي الديارة كم شهر يقضي مع أسرتي إم سبب رضب قصر رميسان دورا في باكستان سوق ويسكي سوطة يقضي مع أسرتي شهر أي قصر رميسان دورا في باكستان كيف الجو هناك هو أي عمرض وهلكي واسيدي هلكا الجو معتدل هناك حقا باكستان دي حد ويقبو يكل المنا معها التدريب الرابع ليلسكا محوها أفراد وحوي اقرأ الفقرة تدعى آخري تدعى آخري ثم أجب على الأسئلة الجواب هذا فصل الشتاء كان واحد لقي تشيلالك تركيا باردة تلك تركيا وقبو خلقا جدا آدي آد في هذا الفصل الحلقة آد وقبو ده تشيلالك صالح ننك ليلة هذا لا يحب البرد قبوك مجعلة درجة الحرارة هير كلكنا تحت الصفر إبر بيكاه سيسا في الليل هبينك مركا تركيا تشوكتو الوقت كنا تشيلال يهي العضلة فصحنا بعد أسبوع مبالا قيل دونا فصحة ومدرسة حول بلا فصيح دونا سيدهاب الصالح وحتاج دونا إلى مكة تمكو وبحي دونا وحقا بحيا أما أوتي البحيا ووقت وحلقا بحا انت بدن ضلو البحا لفصحة وقت إلى وطوض بنتا إلى مكة تمكو تجي دونا للعمرة عمره تجي دونا إنه خص عمره يستو والصلاة في المسجد الحرام هي مساجد كسرفتو إنه كسوت كده الجو هذا به هودو يعملوا الدافي وادي الرماد في مكة تمك هذه الأيام ما المها تشيلك أذو قبود هاي تركي ويدو وادي الرماد أي فصل هذا حلقة نوع حلمة هذا فصل الشتاء بعض الناس مركا وسؤالي لقيت شوي واقون هذا فصل الشتاء كنوع حلقي تشيلك كيف الجو في تركيا تركيا واسده هودو أما عمرض وقتك الجو بارد جدا آد بو قبويها في تركيا تركيا بو قبويها في هذا الفصل لحلقا كم درجة الحرارة في الليل انتي قادة هيركولك عمرضو انتي قادة محوها هبينكي درجة الحرارة تحت الصفر في الليل ابر بيكوه سيسام هل يحب صالح فصل الشتاء صالح مشعلي حلقة تشيلالك لا مشعل لماذا هل يحب فصل الشتاء ميوش علي حلقة تشيلالك لا ما لماذا لأنه بارد وقبويه متى عضلة صالح وقورما فصح وقته وقليه صالح بعد أسبوع ويكذب وقليه أين سيذهب هل كو تجدونا سيذهب إلى مكة مكو تجيه ماذا يستفعل هناك مكة محوكة قبان دونا يعتمر وعمره سنية ويصلي في مسجد الحرام لو كسوت كون دونا كيف الجو في مكة هودو أما عملاد واسدة مكة الجو معتدل الجو دافي وديرني هاي وديرني ديرني ما تقوى مركي الدرجة دو إلى لباطن ميلهات هاي التدريب الأول عفوا ثانيا الكتابة إما كوحن قادنين قرال كي أينو قادنين المثال مثل
التدريب الأول ده تسار حنتي الليلة كوبات سل بين الحرف سل بين الحروف ده حروف تسكو حريري ويجوا أنت يمكى لتصبح كلمة كما في المثال سأقول نقطة حروف تسكو كلمة هل قاعد حقوق قرر المثال فاء صاد رام هو سكو حري ده عند فصل وما صوب حي جلاس إما هل كان فاء بقى قرن وايد ينتاز هو فصل مون هل قاعد قرن بق رأي بق يي أي هل كان قرن خبيع بين قرن مرحلة سكو حرو أو جوجي هل كان واحد قرن بق يي ألف إيه راء إيه دال أو إيه دل مركز كحره واحد نقول إنسان بارد ومد قبوب إيه نقول نقول إنسان مركز هل كان نخاء إيه إيه واحد سكحره إيه دنا مارثين تابع سكو قرن إيه دنا محي نقول إنسان خيمة محي نقول إنسان مركز خيمة تان ده نقول إنسان هل كان وحوي وحاء يراء ألف يراء يتأكل حرارة ثم يكون قلصا تنوى خاء يراء يف خريف أو ديرتيا أي يكون قلصا مركز السحره التدريب الثاني لا يسكلابات رتب الحروف حروف تسكوها جات ثم الثل تاهر اسكو حروف بالأول يسكو توصى تنوى حول حيصور تمد والبا يدوك القوقان سيسكو قمنتها يسكو تبدك تبدنا هذا اسكو قرح كلمة كسوصا طهرنا وكل بدون قصصات هذوك راس سلب الحروف إسكوها جات معها رتب ثم سلوا يتني هرتمر كورا حرف والبحر فيه سواء رجعين كتب قرا إسكو غماتي طبعا نيجوا إسكو حنا حتى نقر مهول رتب الحروف هرت حروفها استبدك أو هبيو تح سواء هان دون تأو تح يدو إسكو قرنين ثم سلب بينها حتى نا إسكو حد وكلمة كسمة لتصبح كلمة سي كلمة نقطة كما في المثال ستصالحا المثال فرزو وامحي وهي كاف إيه لام إيه ميم إيه تا إيه تا وإيه مكقرنا مركورة يا قر تا نقر كاف قر لام قر ميم قر زبادنا هذا أنا أسكحه لو كلمة كسبة أوردة يتكلم وهذا يا زبادنا إيه مكواها قرن تا إيه دال إيه جيم إيه را هل كواها قر تا دال قر زبادنا تا قر زبادنا جيم قر هذا أنا جارة زبادنا تا قر هل كلامنا هذا قرطة درجة توم؟ ومركا قوسو بحسن. ما هو ها؟ هل كنا وصاصو كله؟ وراء تاء داء يمين. أنت أسكوها جاي صح قرطة تاء قر. تن داء كل حجزي. ميمين كل حجزي. داء كل حجزي. راء كل حجزي. تمدرو ده بدنا قر. تمدرو. ساوق. تنوى وحلا مدة تعملوا بين قندن تاء. أنت دمبرة. تنوى جمعة توم بين قندن تاء. تمنا وحي نقول دون تايدنا يدن تسكحوا لدينا ساسو قلوقر التدريب الثالث تصارها صدحات ليلتك صدحات اكتب على الكلمات واحد قرطة ارايضة تحت الصور صورها دا كوها واسقر كما في المثال ستصارها انكو قرن ايه هل كان شاطي سوما ارقتين واحي اللي قبضة وكوها صوري دابا نسا اقوها واسقر تجاجون انت الكلمة دا سوقاتو سور كادقاء هوسكي قهوة بومبا هلكا كو قرن كوب كاك غابان لبدا هوس ديك حافلة بس با قرن بس كاك هوس قر صور كا سيارة بابو كاك تاكسيكا اي قرن كو هوس قر خيمة تاندا دا حقا كو تالا اي مدبادة دور كا علي كو هوس قر اي سمكون كلون كا ديكاك حقا كي حيجي كو قر اي شاطئونا واكا كوكو قرن با صور هذا مدول با مك عيسانا حال كنو كو قرية الله دولا مدول با اسكوها با اسنا اسكوها كاك التدريب الرابع كنا وحوي وتدريب ك مهواها أفراد أملايس كأفراد سل بين كل كلمة واحد حريصة كلمة كستة سل واحد حريصة بين كل كلمتين لبا كلمة ضد أو إسلبا إسلب ضانة لتصبح سأو نقدان تعبيرا هذا المعنى سمين تعبيرا هذا المعنى له سأو نقدان كما في المثال سأو تصالح راح أقول الآن أكتب تعبيرا marka aad isku xidho xagan dambe ku qor iyagoo wada socda oo mid walba teedi la xireysan tahay meelahan dambe ku soo qor halka cod laba qoran waxaad markaa qoreysa asayf la doono oo tumar kor xariiq isugu xidho marad xariiq aad kala isugu xidho halkaana cod la tusay fu wada qor laba shaadiba halka ku qoran albahri ku qor dabana shaadi albahri oo wada socotana leenka ku qor tahtaba ku qoran tahta sifir la doono sifirka la doono uu qoray taa isaga isku xidhay dabanayadoo isku qoran halkan ku qor darajada halka ku qoran الحرارة ذا أوجي ترى نلاقي إنك هكلا كقرأ أفراد فكرة بها هل كان كقرن مكان فكرة طيبة تنتهى كقر وات تلو ناقصن تبي نلاقي إنك سنوات كوا ضقر
فصل با هلكن كو قورن وكا فصل الصيف كا لا دوونو دبن لين كا لخيدا بنان كو قور التدريب الخامس لا يسك سنات رتب الكلمات اريد اسكو هبه لتصبح اس او نقدان جمله جمله او نقطه اريدو كما في المثال صالحا المثال الصالح هو الربيع فصل هذا با قورن دبن حد قورتا هذا فصل الربيع كان هو حلي جوجا سيد هلكا او كو قوراي الحراره درجه كم با قورن كم درجه الحراره انت اسكو قورتو waxaa tiraahda kam darajada xaraarada halka la baneeyayna ku qor faslu hada khariif ba qoran al khariif waxaa tiraahda hada faslu al khariif kan waa xilligi deerta jiddan haarun jaw ba qoran al jiddu haarun qor al jaw haarun cimiladu waa kulayl jiddan aad iyo aad sida uu qor al barri ila tadhhab mata ayaa qoran waxaa tiraahda mata tadhhabu ila al barri goormaad miyiga u baxaysaa iyo banaanka dheh oo saa ugu qor halka 30 الحرارة درجة قر واحد لها درجة الحرارة 30 دقيقة بين مرة سادة أو ده هالك هذا ما هو قر أذنا التدريب السادس وهو ليس كل حال إملأ الفراغ ما يشبه النام بوحي مما بين القوسين لوضع رأي قوس وكتر مت قاضو كما في المثال صالحهم المثال صالح هو اشرب هذا الشاي الطعام ما هو قوة قرها مركورة الشاي هي الطعام باكو قرن اشربا مركا اي هيد الشاي بو كبوخي كاس وا تسالي ان كسيي بوري انت دمه دبدنا كو قر هيا نذهب الى السوق اك يا تلفاز با قرن مركا الى السوق با قادنيسا كبوخنيسا هذا هلكا حراره تم با قرن هلكا ما قرن هذا يا صيف دخدا بنان حراره يا فصل با قرن هذا فصل صيف يا مركا قادنيسا وا خليغي حقاق الجو معتدل ايها قرن الجو معتدل الجو معتدل الاسبوع اليوم اليوم بعد قادنيسا الاسبوع ما قادنيسيد الجو معتدل وحا وهي عملته وا دخدخاد كلل يقبو ماها اليوم ما انت افر ذهب الشتاء وذهب وحا تغي قب جيلالك و بخاي وذهب وحا تغي البرد يا الحر با قرن البرد قبوينه و بخاي الى جيلالك قبوي واتهي خمسة الجو في الشتاء عملته جيلالك بوكوري مركا حار نيه بارد ما قرن الجو بارد في الشتاء عملته وقبو جيلالك التدريب ماها والليلسك تضباد انسخ قر احضر هلكا كفاقار خمسون هلكا كقر اسمعون هلكا كقر والله اعلم بالثواب وبالله التوفيق